المجموعة الشمسية، عائلة الشمس التي تسبح في فلكها. لطالما راود حلم غزو الفضاء واستعمار الكواكب أفئدة البشر، فنظروا عبر تلسكوباتهم ومن خلال مركبات الفضاء التي أرسلوها علهم يجدون ملجأ يلجأون إليه يوما ما بعد دمار الأرض إثر حرب بيولوجية أو نووية أو مغناطيسية. فكيف تبدو تلك العوالم القريبة منا وما هي خصائصها؟ في هذه الرحلة عبر المجموعة الشمسية سنصبر مع المشاهد أغوار الكواكب لنتعرف عليها عن قرب وتفصيل، إذ أن أصل الأرض والإنسان والمجموعة الشمسية واحد، نشأوا جميعهم من تلك الغيمة السديمية الأولى التي تمركزت فيها الشمس ومن حولها الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات وغيرها من أعضاء المجموعة الشمسية. تدور حول الشمس مجموعة من 8 كواكب وستة كواكب قزم مكتشفة حتى الآن، ونحن في سنة 2020، ويمكن تقسيمها إلى كواكب داخلية وأخرى خارجية. فعطارد والزهرة والأرض والمريخ هي كواكب داخلية The Internal Planets، وتدعى أيضا الكواكب الأرضية لكونها تتركب من مواد مثل التراب والصخور والحجارة. وأما المشتري وزحل وأورانوس ونبتون فهي كواكب خارجية، وهي كواكب غازية وسائلة لكونها تتركب من غازات وسوائل. عند النظر إلى الكواكب الداخلية نجد أنها تتميز جميعا بصغر حجمها مقارنة بأحجام الكواكب العملاقة الغازية، كما أنها جميعا قريبة من الشمس نسبيا، فأبعدها عن الشمس هو كوكب المريخ الذي يبعد 1.6 وحدة فلكية. وللإشارة، الوحدة الفلكية هي المسافة بين بين الأرض والشمس، وتعادل 150 مليون كيلومتر. كما أن كوكبين من هذه الكواكب الداخلية وهما عطارد والزهرة لا يملكان أقمارا تدور حولهما، في حين أن الأرض يملك قمرا والمريخ قمرين. وتتميز هذه الكواكب بكبر كثافتها مقارنة بالكواكب الغازية الخفيفة. أولاً عطارد، طفل الشمس الصغير. عطارد أو بالفرنسية ميركوري هو أقرب الكواكب إلى الشمس وأسرعها، فهو يدور حولها في 88 يوماً ويبعد عنها مسافة 0.39 وحدة فلكية، أي ما يعادل 58 مليون كيلومتر، ويدور حول نفسه في 58.5 يوماً أرضياً. وهذا يعني أنه في الوقت الذي يكمل فيه دورتين حول الشمس يكون قد أكمل 3 دورات حول نفسه. ويتميز هذا الكوكب الذي يبلغ قطره حوالي 4900 كيلومتر بتضاريسه البركانية والنيزكية، إذ أن سطحه مليء بالفوهات البركانية والنيزكية التي يبلغ قطر أعظمها 1300 كيلومتر. كما أن عطارد بسبب قربه الشديد من الشمس فإنه لا يملك غلافا جويا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطحه في الجهة المقابلة للشمس لتصل لنحو 400 درجة مئوية، في حين تنخفض في الناحية البعيدة إلى 170 درجة مئوية تحت الصفر. وقد اشتق اسم عطارد الجدر طرد، كناية عن سرعة ظهوره واختفائه بالقرب من الشمس صباحا أو مساء. ولأن كوكب عطارد يدور في مدار بين الأرض والشمس، فإنه يرينا أطوارا كأطوار القمر، حاله كحال كوكب الزهرة الذي يليه في المدار، سوى أن عطارد يظهر صغيرا جدا بالتلسكوبات مقارنة بكوكب الزهرة الأقرب والأكثر حجما. وقد زارت كوكب عطارد مركبة فضاء الأولى مارينز 10 التي طافت به 3 مرات في سنتي 1974 و1975، والثانية مركبة ماسنجر في سنة 2008، وطافت به مرات عديدة بين سنتي 2008 و2015. والآن في طريق الوصول إليه تسافر مركبة بيبي كولومبو التي غادرت الأرض في أكتوبر 2018، ومن المتوقع وصولها إليه في الأول من أكتوبر سنة 2021 المقبلة. الزهرة، آلهة الحب والجمال. اشتهر كوكب الزهرة فينوس بأكثر من اسم عبر التاريخ، مثل نجم الصباح ونجم المساء وعشتار وفينيسيوس وآلهة الحب والجمال والعزي،
وأفروديت وغيرها من الأسماء التي أطلقتها عليه الحضارات المختلفة عبر التاريخ كالحضارة الإغريقية والرومانية والبابلية والعربية. فالزهرة هو أشد الأجرام السماوية لمعانا بعد الشمس والقمر، وتتخذ منه الأشياء المجسمة ظلالا في ليالي الصحراء التي يغيب فيها القمر حين يكون هو متألقا فيها. وبسبب لمعانه الشديد قدسته جميع الأمم والحضارات، حتى أن الإغريق عبدوه اعتقادا منه أنه الآلهة فينوس، آلهة الحب والجمال. والزهرة أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلينا، ويكاد قطره يطابق قطر الأرض 95% من قطرها، ولذلك يدعى توأم الأرض. إلا أن الغريب في هذا الكوكب هو أن مدة دورانه حول الشمس أي السنة أقصر من مدة دورانه حول نفسه أي اليوم، فهو يدور حول نفسه في 243 يوما، وحول الشمس في 224 يوما. وللزهرة غلاف جوي سميك جدا يبلغ سمكه 30 كيلومترا، يتكون أساسا من غاز ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، ويعمل ثاني أكسيد الكربون على سطحه عمل البيت الزجاجي، فيسمح للحرارة بالدخول إليه ويمنعها من الخروج منه، ولذلك ترتفع درجة حرارته حتى تصل إلى 475 درجة مئوية، وهي درجة حرارة كافية لصهر الرصاص، ولا تنخفض عن ذلك أبدا. ولولا هذا الغلاف الجوي كما هو حال الأرض لما احتفظ بتلك الحرارة، ولا بردت الناحية البعيدة منه عن الشمس كما يفعل كوكب عطارد. وقد اكتشف العلماء في منتصف الخمسينيات إثر استخدامهم للرادارات التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، أن كوكب الزهرة الذي لا يرى سطحه بواسطة التلسكوبات بسبب غلافه الجوي السميك يدور حول نفسه من الشرق إلى الغرب، أي بعكس حركة دوران الكواكب جميعا حول نفسها من الغرب إلى الشرق، وبذلك يكون الكوكب الوحيد الذي يخالف النظام في المجموعة الشمسية. فقد أدى هذا الاكتشاف إلى الإخلال بالنظرية المقبولة بتكون المجموعة الشمسية، إلى أن وضع تفسير علمي لذلك، وهو أنه قد تعرض هو أنه قد تعرض لضربة قوية قلبت محور دورانه 180 درجة. وحين دارت مركبة الفضاء غاليليو حوله في سنة 1994 وأنزلت عليه مسبارا، ظهر أمر غريب آخر لم يكن العلماء يتوقعونه، فقد التقط المسبار عددا كبيرا من الصور لسطح الكوكب حامل معظمها حقيقة غريبة، هي أن سطح الزهرة يعج بالبراكين الحية تماما كما لو كانت الزهرة تمر بإحدى مراحل تطور الأرض من قبل. ويرى الزهرة مثل عطارد لامعا في الصباح أحيانا وفي المساء أحيانا أخرى قبيل الشروق أو بعيد الغروب، وربما شوهد قبل المغرب بساعة أو نحوها بسبب لمعانه الشديد الذي لا تطغى عليه أشعة الشمس، خاصة حين يقع في أقصى استطالة شرقية له على مسافة 47 درجة فوق الأفق الغربي، كما أنه الكوكب الذي رآه سيدنا إبراهيم حين حاج قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، حيث قال تعالى: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صدق الله العظيم. الأرض كوكب الحياة النادر. أما كوكب الأرض فهو الكوكب الأزرق بسبب وجود الماء عليه، ويتميز كذلك بتوفر الصفات اللازمة للحياة من حيث بعده المناسب عن الشمس ووجود غلاف جوي يحميه من الأشعة القاتلة المنهمرة عليه من أنحاء الفضاء، وخاصة من الشمس ومن هروب الماء عن سطحه، وبفصوله الأربعة التي تعمل على توزيع الحرارة على سطحه خلال السنة. وسبب تعاقب هذه الفصول ميلان محور الأرض 23.5 درجة عن العمودي على مستوى دورانها حول الشمس. وأما لون السماء الأزرق الذي نراه في النهار فما هو إلا تشتت أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض، إذ يعمل الغلاف الجوي عمل الموشور عفوا، فيحلل الضوء الأبيض القادم من الشمس إلا ألوانه السبع المعروفة، فيظهر الأزرق نهارا والأحمر عند الغروب، أما لون البحر فهو لنفس السبب، ولكن ليس لانعكاس لون السماء بل لتشتت أشعة الشمس في الماء الشفاف الذي يعمل بنفس مبدأ عمل الهواء، لكنه أكثر كثافة مما يجعل لون الماء أكثر زرقاء ويميل أحيانا إلى اللون
الفيروزي أو كما يقال له بلو تركوا. ولقد جاء ذكر أهمية الغلاف الجوي في القرآن الكريم كعنصر أساسي لحفظ الحياة على الأرض، فلولاه لما أبقت الشهب ولا الأشعة الكهربائية الشمسية والكونية ولا الأشعة فوق البنفسجية التي تحجبها طبقة الأوزون، أي نوع من الكائنات الحية حيا عليها. يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. صدق الله العظيم. المريخ شبيه الأرض الأحمر. أما آخر كواكب المجموعة الأرضية فهو كوكب المريخ مارس، وهو كوكب صغير نسبيا إذ يبلغ قطره 6800 كيلومتر، أي حوالي نصف قطر الكرة الأرضية، في حين تبلغ سنة المريخ 687 يوما أرضيا، أي ما يقارب السنتين أرضيتين. وأما يومه فيقارب اليوم الأرضي وزائد عليه بحوالي نصف ساعة، وبالتدقيق 38 دقيقة، أي يومه الأرضي 24.5 ساعة. إلا أن أجمل ما يميز المريخ أن محور دورانه حول الشمس يميل بزاوية قدرها 24 درجة، وهي زاوية تقارب زاوية ميلان محور الأرض وهي 23.5 درجة. وهذا يعني أنه يمر بفصول كالتي نمر بها على الأرض باختلاف واحد، وهو أن طول الفصل الواحد عنده يعادل ضعفي الفصل الأرضي، أي حوالي 6 أشهر لكل فصل. ومن الناحية الحياتية يعد المريخ أقرب الكواكب في ذلك إلى الأرض بسبب درجة حرارة سطحه المعتدلة نسبيا مقارنة ببقية الكواكب التي يصل أعلاها إلى 20 درجة تحت الصفر، وأيضا بسبب وجود غلاف جوي رقيق حوله مكون من بعض الغازات بنسب قليلة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. ومع ذلك فإن كثافة هذا الغلاف تنخفض 100 مرة عن كثافة غلاف الأرض الجوي. أما اللون الأحمر للكويكب فيعود لوجود كمية كبيرة من أكسيد الحديد وهو الصدأ على سطحه، خصوصا أيام العواصف الغبارية التي تعم سطحه في أحيان كثيرة. ورغم أن المريخ يقترب منا حتى مسافة 56 مليون كيلومتر، فإنه رغم ذلك يظل يظهر قرصا صغيرا من وراء عدسات التلسكوبات، لكنه مع ذلك يرينا بعض ملامحه الداكنة واللامعة، وهذا الاقتراب يدعى التقابل، ويحدث حين يلتقي الأرض والمريخ في مداريهما بالقرب من بعضهما كل 15 و17 سنة على التوالي، كما حدث في الأعوام 2003 و2018 والمرة القادمة في عام 2033. وعلى هذا القرص يظهر أجمل المناظر التي تميز هذا الكوكب، وهو القبة الجليدية التي تغطي قطبه الجنوبي والمكون من جليد غاز ثاني أكسيد الكربون، أسفله جليد الماء. ويلمع كوكب المريخ دائما بين النجوم بلونه الأحمر القاني، ويسير متحركا بينها بسرعة ملحوظة بين الليلة والتي تليها، وهو أفضل الكواكب التي ترينا ظاهرة تحير الكواكب Retrograde Motion، لأنه كوكب ذو مدار خارجي بالنسبة للأرض، فأثناء حركته من الغرب إلى الشرق وبسبب سبق الأرض له في مدارها نراه يتوقف فجأة ثم يعود القهقرة إلى الغرب، أي بعكس اتجاه حركته الأولى، ثم بعد بضعة أيام يتوقف مرة أخرى ليعاود حركته الأولى كما كان بعد أن تكون الأرض تعدته مسافة إلى الأمام. ويشاركه في هذه الظاهرة كل الكواكب الخارجية التي تليه، لكن تحيرها أقل ظهورا وملاحظة لبطئها وطول مدة التحير. ويدور حول المريخ قمران صغيران جدا هما فوبوس وديموس، ويعتقد بأنهما أسيران أخذا من حزام الكويكبات، وهما يشبهان حبتي البطاطس، فقطر فوبوس 23 كيلومترا ويكمل دورته حول المريخ في حوالي 7 ساعات ونصف، في حين أن قطر ديموس 12 كيلومترا فقط ويكمل دورته في حوالي 30 ساعة. وقد حظي كوكب المريخ بأكبر عدد من مركبات الفضاء الاستكشافية، بلغ عددها 59 مركبة فضاء جميعها غير مأهولة، وذلك بحلول نهاية 2019. قد نجحت بالهبوط على سطحه منها 8 مركبات فقط، أولها مركبة الفضاء فايكينج 1 في عام 1975، ثم تبعتها فايكينج 2 في العام الذي يليه، ثم مركبة باثفندر سوغورنر في سنة 1997، ثم مركبة سبيريت وأبورتشتونيتي في عام 2004، ثم مركبة فينيكس سنة 2008، ثم مركبة
كيريوسيتي سنة 2012، ثم مركبة إنسايت في سنة 2018. أما تلك التي نجحت باتخاذ مدار حول الكوكب فبلغ عددها 12 مسبارا دوارا، وهي مارس 2 زائد 3، مارينز وفايكينج 1 زائد 2، ومارس جلوبال سيرفيور، ومارس أوديسي، ومارس إكسبرس، ومارس أوربيتر مونغاليان، ومافين، وإكزو مارس، ومارس ريكونانس. وتتسابق الدول ذات القدرات الفضائية على محاولة إرسال مركبات مأهولة إلى المريخ في غضون السنوات العشرين المقبلة، ومن بين هذه الدول الهند والصين، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، وروسيا. تختلف الكواكب في ميلان محاورها على الخط العمودي على مستوى مدار البروج، فميلان الأرض البالغ 23.5 درجة يسبب تعاقب الفصول عليه، في حين أن محور ميلان كوكب أورانوس ب98 درجة يجعله يواجه الشمس بقطبيه الشمالي والجنوبي بدلا من مواجهته لها بخط استوائه كما تفعل الكواكب الأخرى. وكذلك فإن ميلان الزهرة بمقدار 177 درجة يجعله يدور حول نفسه من الشرق إلى الغرب بعكس اتجاه الكواكب الأخرى من الغرب إلى الشرق. والصورة المجاورة توضح المفهوم وتبين درجات الميلان المختلفة لكل كوكب. حزام الكويكبات. يقع حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري، وهو حزام من أعداد هائلة من الكويكبات مكونة من ملايين القطع الكبيرة والصغيرة. وقد وجد العلماء أن هذه الكويكبات هي عوالم قاحلة وصغيرة ومظلمة، لكن لها نفس تركيب الكواكب الداخلية من الحجارة والمعادن، ولصغرها فليس لها جاذبية تحتفظ بها بغلاف جوي حولها، بل إن درجات حرارتها تنخفض لأقل من 200 تحت الصفر، وبذلك فلا يمكن أن يكون عليها حياة. أما الغريب فيها امتلاك بعضها لقمر أو اثنين يدوران حوله. وعدد هذه الأقمار منذ بداية الاكتشاف سنة 1978 وحتى عام 2019 هو 35 قمرا. وتدور الكويكبات حول الشمس في مدارات إهليلية واسعة وفي نطاق عرضه 175 مليون كيلومتر، ومع ذلك فإنها لا تنتشر فيه بانتظام، حتى إن بعضها ينحرف عنها انحرافا كبيرا فيقترب بعضها من الأرض، وربما اقتربت أخرى من مدار عطارد. ففي عام 1937 اقترب الكويكب هرمس من الأرض لمسافة 780 ألف كيلومتر، أي مثل بعد القمر مرتين. ويتفق العلماء بأن قمري المريخ فوبوس وديموس كويكبان أسرهما المريخ بجاذبيته، وكذلك قربه بعده من الشمس بالمقارنة مع الزهرة وعطارد. والأمر نفسه يقال عن أقمار المشتري الخارجية، وعن قمر زحل فوبي، وعن القمر نيريد حول أورانوس، وعن كثير من أقمار الكواكب العملاقة خاصة التي تدور حول كواكبها باتجاه عقارب الساعة مخالفة لاتجاه دوران الأقمار الطبيعية. ويعود سبب هذا عدم لمعان الكويكبات إلى قلة معدل عكسها لأشعة الشمس الساقطة عليها، ويشد عنها كويكب فيستا ثاني الكويكبات اكتشافا بعد سيريس، فهو أفضلها عكسا لما يقع عليه من الضوء، ولذا يبدو لامعا، فهو الوحيد الذي يمكن أن يرى بالعين المجردة، ويمكن رؤيتها بواسطة التلسكوبات والمناظير إذا ما توفرت مواقعها على خريطة النجوم. تشترك الكواكب الخارجية التي تضم المشتري وزحل وأورانوس ونبتون بكونها جميعا كواكب غازية عملاقة تتكون من غاز الهيدروجين أساسا، ومن الهيليوم والميثان والإيثان وبعض الغازات الأخرى بكمية أقل، بعضها على شكل غازات وبعضها الآخر على شكل سائل. لكن أغرب ما تشترك فيه هذه الكواكب أنها جميعا تملك حلقات تدور حولها كالتي حول كوكب زحل، لكنها أقل عددا وسمكا، ولذلك فهي لا ترى من الأرض. كما تشترك هذه الكواكب في كثرة الأقمار التي تدور حولها، فقد ازدادت اكتشافات الأقمار مع بداية القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم، ليبلغ مجموع ما يدور حول كواكب المجموعة الشمسية من أقمار مع نهاية عام 2019 إلى 206 قمر. المشتري.
الذي اشترى الحسن والجمال لنفسه. المشتري جوبيتر هو عملاق كواكب المجموعة الشمسية، حيث يبلغ 71% من مجموعة كتلتها مجتمعة، ويفوق حجمه حجم الكرة الأرضية ب1318 ضعفا. أما كتلته وحده فتزيد على مجموع كتل بقية الكواكب بضعفين ونصف، وتفوق الأرض ب318 مرة. وليس هذا فحسب، بل إنه الأسرع دورانا حول نفسه بين جميع الكواكب، حيث يتم دورة واحدة كل 10 ساعات بسرعة تبلغ 45300 كيلومتر في الساعة، مقارنة بسرعة الكرة الأرضية حول نفسها البالغة 1670 كيلومترا في الساعة، وهي السرعة المحسوبة عند خط استواء كل من الكوكبين. ويسبب هذه السرعة الهائلة تكوينه الغازي، فإنه يتفلطح عند القطبين ليختلف قطره الاستوائي البالغ 71500 كيلومتر عن قطره القطبي البالغ 67850 كيلومترا، بفارق يربو عن 3600 كيلومتر. ويترتب على هذه السرعة العظيمة أيضا أنها تخلق مجالا مغناطيسيا قويا يحيط الكوكب بغلاف مغناطيسي أشد من مجالنا المغناطيسي ب14 ضعفا، يمتد حتى يحمي أقمار المشتري الأربعة الكبيرة، وهي غانيميد ويوروبا وكاليستو وآيو. ولو استصلح أحدها للحياة فلن يكون ثمة خطر من الإشعاعات الشمسية الخطرة ولا الأشعة الكونية كذلك، لكن تبقى ضرورة وجود غلاف جوي مناسب وبعض الماء السائل. ويعد كوكب المشتري النموذج المثالي لأكثر من 90% من الكواكب النجمية المكتشفة في المجرة بعيدا عن مجموعتنا الشمسية، لكن أكثر تلك الكواكب تدعى مشتريات، وهي جمع مشتري، وتسمى مشتريات ساخنة لقرب كل منها من نجمة الأب. وحين ترسم هذه الكواكب فإنها ترسم بشكل أقرب ما يكون إلى شكل المشتري وحجمه. أما أقمار المشتري فقد بلغت حتى موعد كتابة هذا الفيديو 79 قمرا، وهو صاحب ثاني أكبر عدد من الأقمار الطبيعية في المجموعة الشمسية بعد كوكب زحل. ويظن العلماء استقصاء بأنه من المحتمل أن يكون متوسط عدد أقمار المشتري 200 قمر، أكثرها بقطر أقل من 10 كيلومترات يصعب رصدها حتى بواسطة مركبات الفضاء المقتربة منه. ولأن المشتري لا يخذل الناظر إليه أبدا، فيمكن لأي منظار ثنائي أن يرى أقماره الأربعة الكبيرة المعروفة بأقمار جاليليو، وهي بترتيب قطرها قمر جانيميد بقطر 5262 كيلومتر، وهو أكبر من كوكب عطارد، ثم قمر كاليستو الذي قطره 4800 كيلومتر، يليه قمر آيو بقطر 3630 كيلومتر، وأخيرا قمر يوروبا بقطر 3138 كيلومتر. وللمقارنة فإن قطر قمر الأرض هو 3476 كيلومتر. كما أن لهذا الكوكب المميز 3 حلقات شبيهة بحلقات كوكب زحل مع فارق اللمعان، إذ أن حلقات المشتري شديدة الخفوت، وهي ناتجة عن تطاير الغبار من سطوح أقماره الكبيرة بسبب اصطدام النيازك بها، وتحرير كميات منها اتخذت حول المشتري مدارا بسبب جاذبيته العظيمة. فجاذبيته الناجمة عن كتلته الكبيرة أشد من جاذبية الأرض بنحو 2.5 ضعف. فالشخص الذي يزن على الأرض 60 كيلوغراما، الأصح علميا أن نقول إنه يزن 600 نيوتن، سيزن على المشتري 158 كيلوغراما، أي 1580 نيوتن. هذا إن وجد مكانا يقف عليه هناك أصلا، إذ أن الكوكب غازي لا سطح صلبا له. ولأهمية هذا الكوكب فقد مرت به 7 مركبات فضائية، هي بايونير 10 سنتي 1973 وسنة 1974، ثم مركبة فضائية المسمات فواياجر 1 و2 وأوليسز وكاسيني ونيو هورايزون. وأما تلك التي وصلته ودارت حوله فهي غاليليو لسنتي 1995 و2003، وهناك أيضا مركبة جونو في سنة 2016. غير أن أهم مظاهر كوكب المشتري عند النظر إليه من خلال الصور أو عبر عدسات التلسكوبات الكبيرة نسبيا إلى جانب الحزامين الغيميين الرائعين في وسط الكواكب،
هو ظهور البقعة الحمراء العظيمة التي يجزم العلماء بأنها إعصار في الغلاف الجوي للكوكب بارتفاع يبلغ ما بين 12 و14 ألف كيلومتر وطول يعادل 24 ألف كيلومتر، مما يجعل هذه البقعة كبيرة بحيث تتسع لكرتين أرضيتين. وتختلف البقعة عن غيوم المشتري التي تظهر على شكل أحزمة جميلة تدور فوقها على ارتفاع 50 كيلومترا فقط. ولأن كوكب المشتري رابع ألمع أجرام السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة، فإنه حين يظهر يبدو لامعا ساطعا، وهو السبب الذي جعل العرب تطلق عليه اسم المشتري، فقد اشترى الحسن والجمال لنفسه، وهو أطول الكواكب مكثا في السماء. والمشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ولذلك فهو رغم بعده البالغ 800 مليون كيلومتر يسطع بلونه الأبيض، ولا يفوقه في اللمعان سوى ظهور محطة الفضاء الدولية، وهو جرم سماوي سهل لكل من أراد أن يرى كوكبا حقيقيا حتى باستخدام أصغر التلسكوبات. والجميل في المشتري هو أنه عظيم في كتلته، بحيث لو كان أكبر من ذلك ب84 مرة لتحول إلى نجم، ولا أصبح هناك نجمان في مجموعتنا الشمسية. فالمشتري في معظمه مكون من غاز الهيدروجين وبعض الهيليوم والغازات الأخرى مثل الأمونيا والميثان والكربون، وبسبب كتلته وضغطه الهائلين فإن غازاته هذه تحولت إلى سائل، فأصبح المشتري بذلك كوكبا سائلا. وأخيرا، فإن المشتري يطلق من الحرارة ضعفي مثل ما يصله من الشمس، وذلك لأنه كوكب حي من الداخل. زحل ملك الجمال المختال. زحل ويسمى ساتورن هو الكوكب ذو الحلقات، وهو الكوكب الوحيد الذي يعرفه الجميع، فنظام حلقاته فريد في منظره دون سائر كواكب المجموعة الشمسية. وهو ثاني أكبر الكواكب بعد المشتري، لكنه كوكب قليل الكثافة، إذ لو وضعناه على سطح محيط مائي كبير يتسع له لطفى على سطح ذلك المحيط. وبالرغم من أنه يأتي بعد المشتري في ترتيبه، إلا أنه يقع عند ضعفي المسافة من الأرض، أي على بعد 1.4 مليار كيلومتر، ومع ذلك فإنه يظهر في التلسكوب كبيرا بسبب حلقاته. ويعد زحل أجمل كواكب المجموعة الشمسية بسبب حلقاته التي تضفي عليه رونقا خاصا من الجمال، حتى أصبح كل من يراه من وراء عدسة التلسكوب يقول عبارة كالذي نراه في الصورة، وذلك لإدراكه جمال هذا الكوكب. وهذه الحلقات ما هي إلا ملايين القطع الصخرية والقطع الجليدية من الغازات المتجمدة، لا تتجاوز أقطارها المترين أو الثلاثة على الأكثر، وتدور جميعها في مدارات متراصة يمكن تمييز سبعة منها بالتلسكوبات الكبيرة، بينما هي آلاف تظهر في الصور الملتقطة لها بواسطة مركبات فضاء. ومع ذلك فإن سمك هذه الحلقات لا يتجاوز الكيلومترين. وتدور حول زحل مجموعة من 82 قمرا، وهو أكبر عدد أقمار مكتشف حول كوكب حتى نهاية 2019، ولا تزال تدور حوله مركبة الفضاء كاسيني التي وصلته في الأول من شهر يوليو 2004. وكاسيني هو اسم العالم الذي رأى الفراغ الداكن بين حلقات زحل أول مرة. وأكبر أقمار زحل هو تايتان، ويبلغ من القطر أكثر من 5000 كيلومتر، أي أنه أكبر من كوكب عطارد، وبالطبع أكبر أيضا من كوكب بلوتون نفسه ومن قمرنا، ويظهر واضحا بالتلسكوب كنقطة مرافقة لزحل. وقد نجح المسبار هويجنز الذي حملته مركبة كاسيني بالهبوط على سطح تايتان في بداية العام 2005، والتقط له الكثير من الصور. ويدور زحل حول نفسه في 10 ساعات فقط، أي أنه يدور حول الشمس في 29.5 سنة، وهذا يعني أنه لا يتحرك بين نجوم السماء إلا ببطء شديد بين السنة والأخرى، وهذا هو سبب تسميته، فالزحل هو السير البطيء. وأخيرا، فإن زحل الذي يماثل المشتري في تركيبته الغازية يمتلئ جوه بالميثان والأمونيا بحوالي نفس الكمية الموجودة في المشتري، وهي 5% ميثان و2% أمونيا والباقي هيدروجين بنسبة 94% وهيليوم بنسبة 6%، ويشع من الحرارة حوالي 3 أضعاف ما يستقبل من الشمس. أورانيوس على حدود العين المجردة. هو الكوكب السابع في المجموعة الشمسية، اكتشفه صدفة هاوي الفلك الألماني السير ويليام هيرشل سنة 1781، بينما كان يرصد مجموعة من النجوم بواسطة تلسكوبه.
وأورانوس هو أخفت الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إذ تحتاج رؤيته إلى خبرة كبيرة في الرصد لأنه لا يكاد يتعدى لمعان نجم خافت من بين نجوم السماء. ويصل قطره 4 أمثال قطر الأرض، وتدور حوله مجموعة من 27 قمرا. كانت مركبة الفضاء فوياجر 2 اكتشفت بعضها عندما زارت الكوكب سنة 1986، فأصبحت عددها آنذاك 15 قمرا. لكن تلسكوب الفضاء هابل اكتشف قمرين آخرين سنة 1997 وقمرا ثالث في سنة 1999. ثم توالت الاكتشافات حتى زاد عدد الأقمار أورانوس سنة 2005 إلى 27 قمرا، ولم يرتفع بعد ذلك. وأكبر أقمار أورانوس هما تيتانيا الذي يبلغ قطره 1577، وأوبيرون الذي يبلغ قطره 1523. وأما الحلقات فقد اكتشفت مركبة فوياجر 2 منها 9. تبعها تلسكوب هابل باكتشاف حلقتين أخريين ليصبح عددها الإجمالي 11 حلقة. ويدور أورانوس حول نفسه في 17 ساعة وحول الشمس في 84 سنة. نبتون فجر فوياجر المتألق. اكتشف كوكب نبتون بناء على الحسابات الفلكية التي أشارت إلى وجود اضطراب في مدار كوكب أورانوس، وحدث ذلك سنة 1845 على يد الفلكي الإنجليزي جون أدامز. ويشابه نبتون في حجمه كوكب أورانوس ولكنه أصغر قليلا، حيث يبلغ 3.9 قطر الكرة الأرضية، كما يتم دورته حول الشمس في مدة مقدارها 165 سنة أرضية، ولكنه يدور حول نفسه في 16 ساعة فقط. في سنة 1989 وصلت الكوكب مركبة الفضاء فوياجر 2 قادمة من كوكب أورانوس لتكتشف 6 أقمار جديدة إضافة إلى القمرين اللذين كانا مكتشفين من قبل، ليصبح عدد أقماره 8 أقمار. وفي العام 2003 ازداد عدد أقمار نبتون المكتشفة بفضل تلسكوب هابل إلى 13 قمرا، ثم ارتفع العدد بعد ذلك إلى 14 في سنة 2013. وقد اكتشف هابل حول نبتون أيضا 4 حلقات خافتة تدور حوله، وبهذا تكون الكواكب الغازية جميعا مشتركة بهذه الخاصية. كما التقطت المركبة فوياجر 2 صورا للكوكب تظهر فيه بقعة حمراء داكنة تشبه البقع الحمراء على سطح المشتري في تركيبتها، فهي أيضا إعصار هائل في الغلاف الجوي لكوكب نبتون. وكانت هذه آخر صورة تتلقاها الأرض من كوكب نبتون، لأنه كان يومها أبعد كواكب المجموعة الشمسية. وبعده غادرت فوياجر 2 إلى الفضاء السحيق ولا تزال سائرة فيه حتى اليوم. في عام 1992 أعلن عن اكتشاف جرم سماوي خلف مدار كوكب بلوتو، أطلق عليه رمز 1992 كيو بي 1 بقطر 108 كيلومتر. واعتبر هذا الاكتشاف غريبا كونه الجرم الأول وراء مدار بلوتو. وقد تلا ذلك العديد من الاكتشافات حتى سنة 2003، حين أعلن فلكي يدعى مايك براون اكتشاف جرم كبير جدا بقطر 1000 كيلومتر يدعى كواوهار. وكان اكتشافا عظيما آنذاك ليفتح الآفاق نحو إعلان ما يعرف بحزام كايبر الكويكبي، وهو حزام من ألوف الكويكبات تدور خلف مدار نبتون. تبع ذلك في العام 2005 اكتشاف مايك براون كويكبا يكبر كوكب بلوتو قطرا، أطلق عليه في البداية اسم زينا ثم بدل إلى إيريس، ولأنه تاسع أكبر كوكب مكتشف في المجموعة الشمسية أطلق عليه اسم الكوكب العاشر بداية. إلا أنه حدث خلاف جعل العلماء يعيدون النظر في تعريف الكوكب والكويكب. لقد أجمعوا في اجتماع ضم 1200 عامل من علماء الكواكب في اجتماع الاتحاد الفلكي الدولي الذي عقد في عاصمة جمهورية تشيك براغ سنة 2006، أجمعوا على حذف بلوتو من قائمة الكواكب وإعطائه ومجموعة أخرى من الكويكبات اسم الكواكب القزمة الكوازم، جمع كوكب قزم كوزم، وكلها أصغر من قمر الأرض، وهي بلوتو وسيريس وإيريس وميكي مايك وهوميا. وفي ديسمبر 2018 اكتشف كوكب قزم يدعى فاروت، ويعد أبعد ما اكتشف من أجرام حزام كايبر أو أجرام ما وراء نبتون، إذ يبعد عن الشمس مسافة 120 وحدة فلكية. الوحدة الفلكية تعادل المسافة بين الأرض والشمس وتساوي 150 مليون كيلومتر، ويتم هذا الكوكب القزم دورة واحدة حول الشمس كل 1000 سنة.
هذه الصورة الفوتوغرافية هي لكوكب الأرض التقطها المسبار الفضائي فواياجر 1 في 14 فبراير 1990 من مسافة قياسية تبعد حوالي 6 مليار كيلومتر عن الأرض كجزء من مجموعة صور للمجموعة الشمسية، وقد أطلق عليها العالم الأمريكي كارل ساغان عنوان بال بلو دوت، أي نقطة زرقاء باهتة. وفيها تظهر الأرض بحجم أقل من البكسل، وهو أصغر مربع ضوئي في الصورة الفوتوغرافية. الكوكب يظهر كنقطة صغيرة جدا مقارنة بالفضاء الشاسع ضمن حزم من ضوء الشمس القريبة المتناثرة في عدسة الكاميرا التي التقطت الصورة. تتكون الصورة من 60 صورة مجمعة بجانب بعضها البعض ومأخوذة من زاوية 32 درجة أعلى مدار البروج. وللصدفة جاءت بقعة الأرض في وسط ألمع تلك الحزم الضوئية، وقد أكملت مركبة الفضاء فواياجر 1 مهمتها الرئيسية وغادرت المجموعة الشمسية، لكنها أمرت من قبل ناسا أن تدير كاميراتها وتلتقط الصورة للأرض عبر مدى كبير جدا من الفضاء، بناء على طلب عالم الفلك وكاتب الخيال العلمي كارل ساغان، وهو صاحب فكرة مشروع سيتي، وهو البحث عن كائنات عاقلة في الكون. وقد اختيرت الصورة من بين أفضل 10 صور علمية، وذلك في استفتاء أجراه موقع space.com سنة 2001. ذكر الكواكب في القرآن الكريم معجزات نبوية. ورد ذكر الكواكب في القرآن الكريم في أكثر من سورة، إلا أن ذكرها كمجموعة جاء في موضع واحد وهو في سورة يوسف بأسلوب غير مباشر يكشف لنا عن إحدى حقائق علم الفلك، وهي معجزة من معجزات الأنبياء في نفس الوقت. أكدتها اكتشافات الكواكب القزمة التي رفعت عدد الكواكب التي تدور حول الشمس على 10 كوكبا. إنها آية الكواكب التي وردت في بداية قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث يروي لأبيه ما شاهده في منامه بقوله: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالناظر إلى هذه الآية يجد أن ثمة كواكب قد ذكرت فيها، بل وذكر عددها أيضا، وذكرت الكواكب بصيغة التنكير 11 كوكبا. ولأنه كذلك كما يقول الدكتور عياد الكبيسي أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية العالمية، فإن العدد يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان، أي من المحتمل أن تكتشف كواكب أكثر من 11 كوكبا، وهو ما حدث حقا، وإن كان أهل الفلك لا يعدون تلك الكواكب مكملة للثانية المعروفة، غير أنهم لا يزالون يطلقون عليها اسم كوكب، لكنه قزم لصغر حجمه مقارنة بالكواكب المعروفة. ويزيد المفسرون تأكيد أن تلك الكواكب هي نفس كواكبنا، لاقتران ذكرها بالشمس والقمر المعرفين والمعروفين 11 كوكبا والشمس والقمر. بنفس المبدأ الذي نشأت به مجموعتنا الشمسية وكواكبها نشأت النجوم في المجرة، ويؤكد العلماء بأن أكثر نجوم المجرة والمجرات الأخرى بشكل عام تدور حولها كواكب تعرف باسم الكواكب النجمية X-Planets، وقد بدأ اكتشافها منذ سنة 1995 وبلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الأعداد المكتشف منها 10,000، كلها أو 99% منها بحجم الكوكب المشتري، وقريبة جدا من نجومها مما يجعلها شديدة الحرارة ولا يمكن أن تكون صالحة لاستقبال الحياة كالأرض. في المقابل اكتشفت 4 كواكب شبيهة بالأرض حجما، ومنها ما يحتمل أن يشابهها أيضا في البعد عن الشمس وربما بوجود غلاف غازي، غير أن التقنيات المتوفرة لدينا لا تزال متواضعة في هذا المجال. من أجل ذلك سيكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي سيطلق سنة 2020 أو بداية عام 2021 إلى الفضاء دور عظيم في الكشف عن هذه الكواكب النجمية. عربيا ساهمت دولة قطر باكتشاف 10 كواكب نجمية أطلق عليها اسم كواكب قطر النجمية قطر إكسبلانتس، حيث قام برنامج قطر لاكتشاف الكواكب النجمية قطر إكسبلانت سيرفي QES بقيادة الفلكية القطرية الدكتور خالد السبيعي بين سنتي 2011 و2019 بهذه المهمة التي دارت رحاها في رحاب جامعة حمد بن خليفة بمدينة الدوحة من خلال تلسكوبات وزعت في جميع أنحاء العالم، أمريكا وإسبانيا والصين، لرصد السماء على مدار الساعة. غير أن إطلاق تلسكوب فضاء متخصص اسمه تيس في نهاية أبريل 2018 أوقف البرنامج القطري وكثير من البرامج الدولية الأخرى التي تعمل بمنهج الرصد بالعبور، حيث أن قدرته وحيدا تفوق قدرات جميع التلسكوبات على الأرض مجتمعة بمئات المرات.